من يسمع صوتي منه؟ احنا مو داعش، احنا طبقة ضعيفة ظلينا بالفلوجة. لا حد سأل علينا، لا حد قال ايش محتاجين، والله شمرت كلاب هنا. اريد احد يسمع صوتنا، احنا مو جاعي لا على الطحين ولا على التمن، انا هسه بدون ولا رجال بالبيت. ما يصير هيك، يعني احد يرحم بينا يقول هذا النساء شنو ذنبهن. احنا نريد زلمنا المسؤول عليهن هادي العامري. تلقانا هادي العامري هناك، سنا على الزلم قال ساعة ويلحقونكم. ليه هسه؟ مواليد 2000 شنو ذنبه؟ عمي ولا سن بحلقه شنو ذنبه؟ 11 واحد راني من بيتي، انهجم بيتي اني. اني زوجي موظف مو داعشي، احنا طبقه ضعيفه ظلينا محصورين هناك بالفلوجه، تحمل الجوع والضيم. زلمنا اريدهم اني. 73 زلمه، كارثه والله يا وليدي كارثه، واحنا حريم وبطن بستان. ظناكم مو غالي عليكم، ولدكم مو غالي عليكم، اخوتكم مو غالي عليكم، ابناء شبابكم ابناءات من الله يساعدكم. زلمنا اليوم سنه وخمسة اشهر مواليد 2000، واخويا والله زلمنا كبير ابوي عمليه براس طار. الله وكيلك ومحمد كفيلك، هذا يومك ما عرفنا عنهم كل شيء، كل شيء ما عرفنا عنهم من هذا يومك. وهاي من 30/5 طلعنا من السجن على الصقراوية، ولد اخوتي واخوتي ولد اخوتي مواليد 2000، اخويا وحيد عندك مواليد 2000، ذولا ولد ثلاثتهم. شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم من 30/5 لليوم ما يندل عليهم؟ والله 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 ابويا من قد القهر، من قد القهر انجلط ومات، وبرقبته 6 أطفال. اسمعوا نداء الأرامل، اسمعوا نداء اليتامى، اسمعوا هاي الأراضي، حتى الأرض بكت، حتى الأرض بكت. والله والله لو ينزل على الحجر، لا على الحجر بس. برد الوليد، حطوا عليه 21 دفتر وما طلعوا ولده، أمه تبيع كليته على مود وليدها. اليوم سنة وأربعة أشهر معقوطين، لحد نشهد لحد يقف علينا، يا لا عان ولا عواني، لا وليد لا أسلمة لا راعي بيت، ضلينا بس النساء يا وليدي. ما اذا فيها شنو ذنبه؟ اريد الزليم احيا ميتين جبونا اياهم يا وليدي. الله يا ربي هم مرضى وعايشين على هالشيء وعايشين على القاع، والله هذا اللي يدري لو عشكم قران لحط ايدي عليه، وانا احس مريضه الدبل القلب تسدد. والله يا ابا والله مريضه والله، وايها ايها شايل الاوراق اذا ما صدوني يا مال المريض مال القلب، اطلعكم يا تصدجون يا ابو ولادي 4 وابن الخامس بعد تغير كبري هذا الوليد.